2013 البطولة الجزائرية عبد الصلاح الحمد لله هدف لاحظوا بين هدف بطولة الحسم الوطني التالي بوفير كرش الفائز بهدف البطولة الوطنية للدرجة التالية الاتحاد في فرنسا الكرج سجل 23 هدف وساهم في صعود فريق كوكب البرموش في البطولة الاحترافية 23 هدف غير في البطولة ولكن المجموع عنده 32 هدف البطولة الوطنية ياك البطولة الوطنية في موسم الرياضي 2018 بقيمة 50,000 درهم يصدر المنحة السيد كريم عالم مستشار رئيس الجامعة التركية المغربية لكرة القدم علي أن جورج كريم فرحة هذه نطلب من عبد الرزاق حمد الله هداف البطولة الوطنية للكرة الاعتيادية ب 15 هدف يتسلم المبلغ الحذاء الذهبي لهداف البطولة الوطنية عبد الرزاق حمد الله ويسلمه السيد كريم عالم عضو المكتب التنفيذي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رفقة غير معاه وحده.